طيب، فزي ما ذاكرين المحاضرة الماضية يوم الأحد الماضي، آه في خطأ. طيب، فزي ما أنتم ذاكرين المحاضرة الماضية حكينا عن السترينج، بعض السترينج فانكشنز، حكينا عن الفورمات فانكشن، حكينا عن الفايل انبوت والاوتبوت، كيف تقرا فايل وتكتب تكتب في فايل، في سمبل تكست فايل راح نرجع لهم يكونوا باينري، وحكينا عن مجموعه شغلات خلينا نحكي موجوده عندكم في السلايدات. وصلنا عند انو سلايد، وصلنا عند سلايد لما كان عن الفايلات، فشفنا كيف ممكن نقرا فايل، كيف ممكن نفتح فايل سمبل تكست فايل مشان القراءه، وقلنا لازم يكون موجود، اذا مش موجود بعطينا اكسبشن. نفتح سمبل تكست فايل مشان الكتابه ولازم يكون موجود، عفوا مش لازم يكون موجود، اذا كان موجود بيحذفه، واذا ما كانش موجود بنشئ واحد جديد. وقلنا اي فايل نفتحه لازم نسكره. وببساطه مشان نفتح الفايل عندنا احنا الفانكشن اسمها open زي ما انتم شايفين، فبنفتح الفايل وين ما كان. في الحاله هاي لازم يكون السكريبت جنب الفايل، بس اذا موجود عندك باث بتعطيه الباث، سواء الابسولوت باث او الريليتيف باث زي ما تعلمنا في ايام سابقه. واذا كان الفايل مش موجود بعطيك اي او ايرور، بقول لك نو ساتش فايل اور دايركتوري، انه مش موجود. طبعا الديفولت مود، المود هو ار باي ديفولت، هذا اوبشنال باراميتر. فإذا ما حطيتش المود فبكون R، بس إذا حطيت المود ممكن تحط R أو تحط أي شيء ثاني. وهاي الأشياء الثانية شو هم؟ ممكن تكون R for reading زي ما حكينا، أو W for writing. وبدك تنتبه إذا الفايل exists مش هيك، content is wiped مش هيك، الفايل الموجود سابقاً راح ينمسح. إذا بدك يعني إذا كان موجود وبدك تضيف عليه هو بكون الأبند الـ A. إذا بدك تقرأ أو تكتب فيه read R plus، طبعاً by default في عندك T before the R لأنه في text file. إذا كان binary file بعد ما حكيناش عنهم بتكون P كمان ممكن نضيفها مع ال R أو ال W أو ال A. فزي ما شفنا هذول الثلاث أو الأربع جمل هذول كلياتهم متكافئات مش هيك. فهون في عندك المود RT اللي هو باي ديفولت، او باي ديفولت اللي هو ريد وتكست فايل، او ريد بحط التي لحاله، او تي بحط الريد لحاله، او ما حطيتها ومش فهم باي ديفولت RT. اهم شيء انه كيف بدنا نقرا الفايل، بدنا نقرا الفايل او بدنا نتعامل مع الفايل، نقرا او نكتب في الفايل. ففي عندنا فانكشن اسمها ريد تبعث لها ان، تقرا ان كاركتر من الفايل. طبعا بدايه الفايل الكيرسر بيكون على بدايه الفايل، بعدين ببلش يمشي لما تقرا وبضل متذكر وين انت قرات وشو اللي قراته وشو اللي ما قراتهوش. ريد لحالها بتقرا كل الفايل، ريد لاين بتقرا سطر، ريد لاينز تقرا كل الفايل سطر باي سطر، فبترجع لك ليست زي ما انتم شايفين هون ليست في الاسطر كلياتهم. ورايت اس اذا في عندك سترينج اس ممكن تطبعه في الفايل تكتبه في الفايل. وكلوز كلوز الفايل، حسب علمي كلوز ما بتاخذش ان هنا، مش هيك كلوز ما بتاخذ ان، هي كلوز بس ممكن نشوف نتاكد يعني. ممكن اذا فتحنا فايل او يعني كان في عندنا سكريبت مش هيك المحاضره الماضيه على الديسكتوب تيست فايل، هاي الفايل اللي هو سامبل دوت تي اكس تي، فتحته على نوت باد بلس بلس هياته كلوز اول باد ذس وان. فهذا هو الفايل البسيط، كان ممكن نحط فايل هيك بساطة. لاحظوا انه في عندي اربع اسطر، لاحظ السطر موجود، لاحظ انه انا عندي اربع اسطر، حتى هذا تعتبر سطر فاضي لانه في هيدن باك سلاش ان احنا ما بنشوفها لما حطيناها موجوده هون، وهون موجوده مش هيك. فهذا سمبل تكست فايل. وفي عندنا تيست فايل اللي هو قراناه، فحسب علمي لما نقول احنا كلوز ما إلها ما بتأخذ عني، يعني ما ممكن نقول نعطيها واحد هون، إذا نعطيها واحد هون مثلاً وننفذ بقول لك close text no argument، شايف؟ فهاي لما جربناهم هيك بالحرب. فمرات ممكن السلايدات أنا مش أنا اللي عاملهم، المؤلف اللي عاملهم، بس مرات ممكن بالسلايدات الكوبي والبيست تلاقي فيها إشي خطأ. فهون في خطأ، خلينا نحكي إنه الكلوز هاي ما بتأخذش باراميتر. فدائما انت تاخذ كل شيء فور جرانتد، يعني تاخذ كل شيء على انه صحيح 100%. جربوا وتحقق، واذا انا اخطات او المؤلف اخطا او انت اخطات، الريفرنس تبعنا هو الكومبايلر مش هيك، وبايثون 3.8 على الاقل او 3.9.
بالمناسبة شو سويتوا بالأسايمنت؟ سلمتوا الأسايمنت؟ آه سلمت دكتور، بس غلبني كثير. ليش؟ بالفراغات يعني اللغة مش كنت بدي أحكي، بدي أسحب المادة قد ما قهرتني. كل شوي يقول لي indent indent يا أخي، بعدين معك حط تو تاب واحد تاب، فجأة بيعلق. سحلت الجملة اللي تحت شوي، برجع بقول لي indent، بدي أرتب الكود indent. الاندنتيشن مهمه. شوف يعني ما بصيرش اجي ابلش شو انا لحاله هيك بعد بدايه السطر على كيفي، انا دائما لازم ابلش في نفس المستوى. اذا في عندي بلاك لازم ايش ازيح لبدايه البلاك، فهذول حكينا عنهم. طبعا ما بتلاحظهم غير لما تبلش تكتب كود، شايف؟ وبالامتحان اللي مده انا حابه اجيب لكم سؤال يعني اكتب كود، ف مفكر يعني مش راح يكون كله مالتيبل تشويس، راح يكون في جزء مالتيبل ترو اور فولس، جزء اوتبوت وجزء اكتب كود. فبدنا نمارس، عشان هيك بدي اجوز احط لكم اساينمنت جديده كمان اليوم، هيك تقراوا فايل وتعملوا شغلاتك على محتويات فايل. فطبعا بس تتعود عليهم، يعني محمد بجوز هيك يعني انزعج كثير انه الاندنتيشن اعطته او مشكلته، بس مجرد ما تعودت عليهم بتلاقي الامور سهله وبسيطه، وبتلاقي انه بايثون من اسهل لغات البرمجه. حتى لو انك هيك مجوز يعني لاقيها اول شيء رخمه او ثقيل الدم شوي من ناحيه الاندنتيشن هذول. واذا بتتعود على ترتيب الكود تبعك، لما تروح على السي بلس بلس تروح على الجافا وعلى السي شارب، كمان لازم ترتب الكود مشان الريدابيليتي للكود، مشان ترتيب الكود وتنظيمه. فحتى لو ما بعطيكيش سنتاكس ايرور هناك، كمان مشان لما تقرا واحد يفتحه او يطبعه او يقرا او يكون واضح وسهل. فيعني مع الممارسة يا محمد، مع الممارسة إن شاء الله بتكون الأمور سهلة وكويسة. دكتور بس مش عارف، أنت بدك تناقش إشي بخص الأسايمنت ولا بدنا نكمل محاضرة؟ لا بدنا نكمل محاضرة، إذا في مناقشة إذا في إشي معين ممكن يعني هيك نجاوبه على سريع، بس يعني بدناش نضيع الوقت كله على المحاضرة على الأسايمنت. إذا ضل وقت نهاية المحاضرة ممكن أسأل سؤال، إذا ما ضلش خلاص عادي. طيب إذا بدك بعد المحاضرة ممكن نسأل، إذا في شغلات هيك يعني نحكي فيها أكثر يعني. أوكي ماشي تمام. طيب كويس. فزي ما حكينا احنا الديفولت خلينا في الفايلات مشان نكمل الماده، لانه بدنا ندخلها في الامتحان مش هيك. ف باي ديفولت بتقرا اسم، بتقرا الفايل، تعطي اول باراميتر هو اسم الفايل والباث تبعه. مثلا اذا كان الباث هو مثلا في الكرنت دايركتوري، ممكن يكون في الدايركتوري اللي قبل او ممكن يكون في اي مكان، ممكن تعطيه الباث هنا. والمود هو ريد، او ممكن تقول خلينا نحكي تي ار، او زي ما شفنا مش هيك انه هو تكست فايل للريد، او ممكن تقول للرايت. فبس هو ما بدكش تعمل ريد، بدك تعمل رايت مش هيك. فبدك تنتبه لموضوع موضوع التكست فايل. فاذا نقرا هالفايل هذا بنفذه هون، فهي طبعا لي اياهم محتويات الفايل اللي عندي. واذا بدي اعد الكاركترز اللي موجودين في الفايل، ممكن اطبع بدل ما اطبع داتا مش هيك، ممكن اجي اعمل هون برنت. انا اليوم بشتغل على نوت باد بلس بلس مش هيك، مش شغال على الاي دي ال اي، بس ممكن نفذه من الاي دي ال اي ما عنديش مشكله. فممكن نقول لين للداتا. لين الداتا بتجيب لك عدد الكاركترز الموجودات في الداتا، صح؟ بتجيب الكيش خلينا نحكي عدد الأسطر مش هيك. إذا بدك تعمل عدد الأسطر بدك تعمل سبليت على عدد الأسطر زي ما راحين نشوف. فممكن هون ننفذ أنا هون فعدد الكاركترز اللي عندي 40، إذا بتعدهم بتلاقيهم 40 including الباك سلاش إن. طيب إذا بدك عدد الأسطر، شفنا إحنا في وقت سابق، ممكن أنا أعمل مثلا نفس الاشي هون او هون كنترول سي، وتعلمنا المحاضرة الماضية السبلت دات سبلت. بس اذا بعمل سبلت لحالها هيك مثلا الفراغ. انا بدي ايش على الفراغ، نعم، بس انا بديش على الفراغ، مثلا بدي على الباك سلاش ان، بدي عدد الاسطر، فممكن يطبع لي اياهم ليست بعدد الاسطر هون. لاحظ انه السبلت بترجع لك ليست، فممكن اعمل هون انفذهم، فاعطاني ليست هون بعدد الاسطر في السطر الاول. شو كان في التكست فايل؟ هاي التكست فايل صح. ونرجع الاوتبوت، هاي الاوتبوت اوف مش مسكرهم باقي انا، فهاي الاوتبوت الاخير. لاحظ انه هذا سطر فاضي اعطاني اياه هياته هون مش هيك، هياته سطر فاضي عندي هون. هاي السطر الاول وهاي السطر الثاني وهاي السطر الثالث، ولاحظ انه هياته السطر الفاضي هذا الرابع هون. بس لو حذفته هون وسيفت الان وجيت نفذت السكريبت هاي من جديد وقلت كنترول اكس هون، بعطيني ثلاث صح. فشو بالفايل بعطيك، شو بالفايل بعطيك. فمثلا لو قلت لك انا، لو قلت لك اقرا لي مثلا فايل اعطيتكم في الاسايمنت الجديده، مثلا اقرا لي فايل وشوف لي كم سطر موجود فيها الفايل،
او تطبع لي عدد الاسطر الموجوده في الفايل. بامكانك تستخدم السبليت، بامكانك تقول ايش بدل ما تقرا هون ريد، لا اذا بدك بس هذا الحكي مش هيك، كان بامكانك بدل ما تقرا هون بالطريقه هاي تقول ايش مثلا داتا دوت داتا بتساوي اف دوت ريد لاينز، فبترجع لك ايش، بترجع لك ليست بكل اللاينز اللي بدك اياها. في فيش داعي تعمل سبليت هون، لان اصلا ما تقدرش تعمل سبليت لانها بتكون هي عباره عن عن ايش، عن عن ليست مش هيك. فهاي طريقه طبعا اللي بدك اياه انت، فبدك تشوف. لاحظ انه اعطاني هنا الداتا صارت هي عباره عن ليست، واعطاني لاحظ الباك سلاش ان جزء من من اللاين اللي عندي. فهذا لاين، لاحظ انه هيته لاين، لانه لما ريد لاين تقرا حتى الباك سلاش ان تقراها كمان كاركتر. ولاحظ انه اعطاني هنا اللينك تبعها 3 لانها هي عباره عن ليست، وكيف عرفت انها ليست من الاقواس المربعه اللي حولها. فزي ما حكيت الفانكشنز هذول الموجودات هون مفيدات، طبعا بدك تجرب فيهم، بدك تطبق في اكثر من طريقه مشان تحل السل يعني، او تحصل اللي انت بدك اياه، اللي هو ممكن يكون بدك انت اللاينز، بدك الكاركترز. في واحد بالشعب الثاني، بعرفش بشعبتكم او بالشعب الثاني، حكى لي مثلا كان في سؤال بالاساينمنت، ما دام نحكي عن الاساينمنت، كان في سؤال بالاساينمنت بحكي انه اعطيني اليونيك كاركترز اللي موجودات في السترينج لما بقراه من الكيبورد. طيب نفرض انه انا بدي اخذ اليونيك كاركترز اللي موجودات في الداتا في الفايل اللي قراته انا. طيب شو هم اليونيك؟ لما تيجي يونيك يعني فريد، يعني اذا في عندي A مكرر 10 مرات مثلا في الفايل، بهمني انا اقول انه الA موجوده، وبهمنيش قديش التكرار تبعها مش هيك، بهمني انه الA موجوده. اذا مثلا بي، ففي ناس كانوا باعثيني انه السبيشال او بعرفش بيحكوا عن الكاركترز، يعني انه بدهم البنكتويشن. انا ما كنت احكي عن البنكتويشن، انا بحكي عن الكاركترز اليونيك. فاذا احنا اخذنا داتا ستراكشر زمان مثلا اللي هو اليونيك كاركترز او اللي هو الست، كيف انه ممكن تاخذ انت ليست او تاخذ سترينج وتحولهم وتحولهم لست. الست هاي بتعطيك انت دكتور يعني اليونيك كاركتر. انا فهمت من النص انه بدي الحروف، اعد الحروف اللي متكرره مره واحده. انا هيك ايوه هيك لا بدناش عدهم. شو هم يعني؟ اذا بتطلع وين الاساينمنت، انا مش هاي الاساينمنت رقم 2. انا سؤال بالله هو كان الثالث بالاول طيب. الجزء الثاني طيب فهون اليونيك كاركترز print out the total number of unique characters. total number يعني عدهم مش تعرضهم مش. طيب لو افرض ان نحل هذا الحكي على الفايل، يعني انا عملتهم على انت قرات string من الكيبورد. الان لو بدنا نحكي انه على الفايل هذا اللي موجود عندي هون اللي انا بدي اقراهم، شو هم اليونيك كاركترز اللي عندي؟ ممكن انا اطلع، احنا مثلا كبشر ممكن نطلع والله هاي ايش موجوده، هاي خلينا نحكي واحد. طيب الاي هاي اثنين، السبيس بجوز هاي ثلاث، السي أربعة، الاس خمسة مش هيك. بس باجي هون على الاس بعد بزيدش، فهمت علي؟ باجي هون على الاتش مثلا ما بزيد، الاي ما بزيد لانه اوريدي موجوده، اوريدي شفتها انا. طيب انا ممكن اعمل الحكي هذا بطريقه السترينج ترافيرسال وامشي عليهم، بس ممكن انا استخدم الست ومباشره لما اجي هون مثلا اجي اخذ الداتا، بلاش نقراها كلاين، خلينا نقراها كداتا كسترينج. نفرض انه محتويات الفايل صار عندي كلياتهم، لما بتقرا ريد محتويات الفايل بقرا لك اياهم كلياتهم كوان سترينج. فانت بامكانك لما تيجي تطبع هون مش هيك، كان بامكانك تعمل ايش، بدل ما تقول لين الداتا تقول ايش، تحطهم في ست مش هيك، ست والداتا. طبعا الان بحط اياهم في ست مش هيك، بس اذا بدي انا بدي طولهم او عددهم ممكن اقول اللين للست هاي، اللين لا لينكث تبع الست هاي. فهسه بعطيني اياهم اليونيك كاركتر. طبعا انا هذا اللي بدي اياه، كان السؤال هذا اللي بدي اياه، بس هون بدي اطبعهم انا لك مشان ايش، مشان نشوف مثلا شو هم. فممكن نحط جمله طباعه صغيره هون هيك. فلاحظ انه لما اقرا شو هم اليونيك كاركتر، سيهم اليونيك كاركتر. طبعا ما في الست ما فيها ترتيب مش هيك، السبيس واحده منهم، الاتش طلع لي اياها مره واحده، عددهم 20، لو تعدهم بتلاقيهم 20 ماشي. بس الاتش حطلع لك اياها مره واحده، بس اذا بتيجي على النص هون بتلاقي انه الاتش مثلا موجود 1-2 مرتين مش هيك. لو تيجي على الاي، الاي بجزء من اكثر الاحرف اللغه الانجليزيه تكرارا، اي 1-2-3 مثلا.
لو تيجي على الاي موجوده 3 مرات او 4 مرات مش هيك، فهو بحط لك اياهم واحده. فانت هون طريقه سهله وطريقه ذكيه انه اجيت قلت اه والله انا بحطهم في ست، بحول الست هاي او بطلع اللينك تبع الست، فبعطيني انا عدد الكاركترز اللي عندي. فهاي هون كيف انه تبلش تستخدم البايثونيك واي اوف ثينكينج، خلينا نحكي طريقه البايثون في اتفضل. اي محمد ما فهمت شو، ما فهمتوش ما فهمت يعني كيف انت كيف جمعت الحروف، شو الجمله اللي جمعت لي الحروف؟ هيو انا اطلع هي الداتا، خلينا نشيل هذول بدناش ننظف البرنامج صغير. طيب خلينا هون خلينا نسهلها شوي هون كنترول كات هون قول اس بتساوي. لاحظ انا لما اخذت محتويات الداتا انا هون شو عملت يا ابني، قرأت قلت اف بتساوي اوبن السامبل دوت تي اكس تي. السامبل دوت تي اكس تي زي ما احنا شايفين هي صح تمام. طيب انا فتحته هون لكتكست مود وللريدنج، عملت ريد قرأت محتوياته كامله صح، اذا بطبع بلاقيهم زي ما هم. طيب ففي عندي الان الداتا لمحتويات الفايل اللي هي عباره عن سترينج بيحتوي على شو؟ احرف، بيحتوي على الشيء هذا يعني كاني هذول شلتهم كلياتهم هيك المظللين وحطيتهم في داتا، فداتا بيساوي هذا الشيء تمام المظللين. طيب الان انا هون ما بدي اروح اطبعهم، سكرت الفايل، انا خلصت من الفايل، الان حطهم في ست، اخذت السترينج وحطيته في ست. الست هاي اس هي عباره عن ست، طبعا الست باي ديفولت هي بتاخذ ممكن تاخذ سترينج، اذا بتعطيها سترينج شفناها بوقت الدرس استكشر اذا مش ذاكرين، بتعطيها سترينج بتاخذ السترينج بتعمل بتشيل التكرار وبتخلي الكاركترز الموجودين عندك. يعني احنا شفنا زمان ممكن اقول انا ال بتساوي ايش ست عفوا ليست مش هيك لا داتا ليست لداتا، هاي شو كانت شو عملت لنا، اخذت لنا الداتا اللي عندي كاركتر كاركتر وحطته اليمنت في الليست. الليست فيها تكرار فيش مشكله، ناخذ الحرف الاول الحرف الثاني كل حرف راح يكون اليمنت في الليست، بينما لما حطيتهم انا في ست شو اللي صار، اخذت كل حرف وحطيته اليمنت في الليست في الست. الان الاليمنت المكرر ما بتحطه للست ما فيها تكرار، بتعمل ايش دروب اوت لكل التكرار الموجود عندي. فالان اذا بتطبع اس او بتشوف خلينا نحكي اللينكس للاس بكون هم عدد الكاركترز اللي عندك، اذا بدك تشوف عدد الكاركترز كلياتهم ممكن تطبع البرنت لللين بتاعت ال ال. يعني اذا بطبع يعني هون انا استخدم طريقتين، اذا بقول برنت لل ال هم عدد الكاركترز الموجودات عندي، اذا بقول عدد اللين للاس هم عدد الكاركتر بدون تكرار لانه الست ما فيهاش تكرار صح. نعم سلات يس يس. طيب فهي هاتهم عدد الكاركتر بدون تكرار وهي هاتهم اذا بدك تشوفهم في الست زي ما شفنا. فمرات ممكن انه نستفيد من طريق من البايثون وطريقه الداتا ستراكشر الموجودات من هذول بيلت ان داتا ستراكشر، فكيف انه ابلش اوظف هذول الداتا ستراكشرز في حل بروبلم، فبدل ما اقعد اعمل لوبز وامشي واعد تكرار وفي تكرار وفيش تكرار، الان بالطريقه هاي اللي بصير عندي انه ايش، انه انا بجمله او جملتين، يعني احنا هاي حطيناها بس للتوضيح مش هيك وهاي للتوضيح طلع. فهي الفكره في البايثون كيف انه يكون الكود عندي اصغر ما يمكن مش هيك، وكان هاي حتى ممكن احطها في جمله واحده مش هيك، ممكن باربع اسطر احل البروبلم اللي عندي، كيف تكتب كود كثير، هي هون الفكره كيف انه يكون الكود تبعك بايثونيك بسموه. طيب فهاي وانا هيك يعني مشينا شوي على شوي من الاساينمنتس وشوي على الفايلات. طبعا بدك تنتبه احنا بنعرف التكست فايل، احنا مش اول مره بنتعامل مع التكست فايل حسب علمي بماده الاوبجكت، شفتوا التكست فايلز او ماده سي بلس بلس الاولى، بس التكست فايل لما نحط يعني نحط احنا انتر، لاحظ هون هاي الباك سلاش ان هاي انت ما بتشوفها لما فتحت انا التكست فايل هون، نرجع على الفايل اللي هون، حتى هون لما حطيت انا انتر في هون باك سلاش ان مش موجوده، وبعضها اذا كنت على لينكس حتى باك سلاش ار باك سلاش ان بتكون تو كاركترز، هم هيدن هذول ما بتشوفهم، بس بتشوفهم انت اذا بتيجي على السلايدات هنا بتلاقي انه حاط لك اياهم بس مشان انت تتذكر ان الحكي هذا، وهذول بعدهم 1 كاركتر. طبعا هون في سطر فاضي هو باك سلاش ان، هون في عندي باك سلاش ان بس حطيت انتر، فهون بكون عدد الاسطر في الفايل 4. ف والكيرسر هو اول ما تبلش هاي الاشاره الحمراء، اول ما تفتح الفايل بكون بدايته على اول حرف في الفايل، لما تقرا انت بلش تعمل ريد
بتبلش تقرا. اذا بتعمل ريد لاين بقرا لك السطر هذا كامل مع الباك سلاش ان هاي. اذا بتعمل ريد بعدد كاركتر معين ريد خمسه مثلا بقرا لك اول خمسه كاركتر. اذا بتعمل ريد كامل بقرا لك من بدايه الفايل لنهايه الفايل لاخر الاند اوف فايل الهيدن هاي اند اوف فايل الموجوده في الفايل. فلاحظ انه ريد 1 بتقرا لي الحرف تي، لاحظ انه ريد 5 بعد الحرف تي بتقرأ لك خمسة، فهون هاي واحد هاي اثنين هاي سبيس ثلاثة أربعة خمسة فقرأت لهون، فهاي هي الكيرسر. لاحظ وين مكان الكيرسر. فممكن أنت تقرأ يعني حسب الجزء اللي بدك إياه. إذا بتعمل ريد لاين تقرأ لك للنهاية، لاحظ من المكان اللي أنا واقف فيه مثلا أنا كنت قارئ خمسة، فمن هون لاينز لعند الباك سلاش ان قرأها. لاحظ أنه كيف قرأ لي إياها ووصلني لنقطة وصلني لنقطة النهاية. هاسترينج واحد بس لأنه الشاشة 19 نحط انقسم على سطرين. فبتعمل ريد بقرأ لك من ال خلينا نحكي بقرأ لك اللي ظل. يعني ممكن أنت مش شرط تقرأ الفايل كلياته بريد أو بريد لاين أو فقرأ، ممكن تقرأ أول شيء كاركتر بعدين تقرأ بجوز مجموعة من الكاركتر بعدين زي ما عمل هون، بعدين تقرأ سطر كامل بجوز بعدين تقرأ ريد، فالكيرسر بظلها ماشي معك. طبعا لما عملنا ريد هاي هون الفانكشن هاي كانت الكيرسر واقفه هون، كانت الكيرسر واقفه هون، فقرأ لي ايش اللي ظلوا من هاي من هون لهون كلهم هذول مش هيك، ووقفت الكيرسر هون. الان اذا بعمل ريد ما فيش شيء خلاص خلص، لازم اسكر الفايل وارجع اعيده من جديد مشان اغير مكان الكيرسر اللي هو وين البوزيشن وين بيأشر بدايه الفايل. وهي هون بقول لك when the file is opened a cursor is associated with the open file، وبشرح لك اياهم بورجيك اياهم. ممكن نقرا محتويات الفايل string او list of words مثلا او list of lines. فاذا تقراهم انت هون عامل function بودي لها الفايل نيم، بفتح الفايل للريد، بعمل in file.read الاكزامبل اللي عنده بقراه، بعدين ايش هاي مش list of words هاي string. هاي الطريقه اللي هي رقم واحد اللي هو كسترينج، فبتطلعهم وبرجيك length، برجع لك ايش length تبع الكونتنت عدد الكاركترز اللي موجودات في الفايل. فهون retains the number of characters in a file، هاي حاطك documentation هون كسترينج. او ممكن عدد الويردز، اذا بدي عدد الويردز هون عمل سبليت على السبيس فبرجع لك عدد الويردز اللي موجودات عندك هون. وهاي الفانكشن هون عدد اللاينز فقراهم ريد لاينز ورجع اللينث لللاينز لانه اللاين ليست اللي عندك. فهاي اللي هي رقم ثلاثة. فهذا اكسرسايز مشان تكتب في فايل نفس الشيء. انت ببلش الكيرسر بدايه السطر فيه شيء كيف ليش فتحناه للرايت لانه هون المود للرايت كان نحط كمان تي دبليو مش هيك هي باي ديفولت تي، بس لو حطيت تي دبليو بين دبل كوتيشن او سنجل كوتيشن ما فيش مشكله. وبتبلش تكتب كتبت تي بكون الكيرسر هون هاي تي، كتبت مثلا هيز مش عارف ايش اي شيء فبيبلش يكتب. طبعا الرايت بترجع لك عدد الكاركترز اللي تم كتابتهم، بس في العاده احنا بنهملهم. بس اذا بدك تتحقق من المساله هاي انه لازم عدد الكاركترز اللي هون يساوي عدد الكاركترز اللي رجعته الرايت، فبإمكانه نكتب في الفايل. فهون قاعد بكتب في محتويات الفايل، آخر شيء تعمل له كلوز بنتخزن على الهارد ديسك وبتعمل الإشي اللي أنت بدك إياه. ممكن تستخدم الفورمات اللي شفناها سابقا، يعني هون عامل كونكاتينيشن ما بين هون عامل كونكاتينيشن، بس هون عامل الفورمات اللي شفناها المحاضرة الماضية كيف انه مثلا بده يحط خمسة بالنص هون، هاي الخمسة اللي بالنص هون، فهون حطها بالبليس هولدر، وهون حطها بانه عمل كونكاتينيشن ما بين استخدم الفانكشن الـ str function. طيب هي كم نكون احنا almost خلصنا يعني كل شيء بحكي عن simple text files. طبعا هون بحكي عن الايرورز، انواع الايرورز احنا شفناهم، قلنا في بعض الايرورز مثلا سينتاكس ايرور، بعض الايرورز بيكونوا خلينا نحكي ايرور اوناس ستيت، يعني خلينا نحكي شو معنى الحكي هذا، معناته يعني في عندك ستيت يعني زي ديفايد باي زيرو اكسبشن، انه انت مش قادر تقسم على صفر. ليش؟ لانه الستيت للبروجرام كانت الاو ذس انه يكون في عندك انفينيت فاليو موجوده في الميموري. هاي هون في عندنا مثلا اي او ايرور، هذول هم الايروناس ستيت اللي هم خلينا نحكي الاكسبشنز اللي راح نتعلم عنهم ونحكي عنهم في اوقات سابقه. السنتاكس ايرور الاندنتيشن اللي كان يحكي عنه محمد
قبل شوي انه انا في عندي سينتاكس ايرور. سينتاكس ايرور هذول بدك تتخلص منهم، بدك تحافظ على القواعد تبعت اللغه، والاندنتيشن هي جزء من القواعد تبعت اللغه، فبعطيك عليها سينتاكس ايرور. فهذول هم ممكن نشوفهم، احنا شفناهم خلينا نحكي في اوقات سابقه. طبعا يعني اكثرهم شيوعا راح نيجي نحكي عنهم بالتفصيل، ونعمل تراي واكسبت لهم، تراي وكاتش بلغه اخرى، ونعمل ريز لهم. فالموست خلينا نحكي فيمس منهم بجوز كيبورد انتربت، لما تعمل كنترول سي بتشوفها فلو ايرور اذا بدك انت تعمل ايه، خلينا نحكي طلعت برا حدود، وشفناها بواحد من السلايدات اتوقع برا حدود الليمت تبعت الفلوت، فصار في عندك رقم كبير كانت بي هيلد ان وان كونتينر اللي هو الفاريبل هذا. زيرو ديفيجن ايرور اذا قسمت على صفر، اي او ايرور اذا بتقرا فايل مش موجود مثلا، اندكس ايرور اذا بتطلع برا الاندكس مش هيك، نيم ايرور اذا الفاريبل مش معرف، تايب ايرور اذا الاوبريشن على التايب مثلا مش معرفه، و value error إذا the value is when operation or function has an argument of the right type. مثلا هون ال value بتكون مش الإشي ال value بتوقعها، وهنا wrong type. ف incorrect value هنا incorrect type، خلينا نحكي ببساطة مشان يطلعوا لك. فهاي هيك بنكون احنا خلصنا حكينا عن chapter أنا واحد منهم، هاي chapter 4. فمنخزنهم ومنيجي هون على الاسايمنت، او عفوا مش على الاسايمنت، على الويب سايت. في ضايل عندنا يا شباب، احنا قبل شوي انا حكيت انه اخذنا احنا الديكشنري، عفوا لا اخذنا التابل، اخذنا الليست، اخذنا السيت كداتا ستراكشر مش هيك، شفناهم اخذنا السترينج وشفناهم، شفنا كيف ممكن نعمل عليهم سلايسز، وشفنا انه السترينج والتابل هم اميوتابل، they cannot be modified، بينما الليست مش هيك immutable، you can add or remove from it مش هيك. في الآن data structure مهم وجديد اللي هو بسموه dictionary، اللي أخذ منكم جافا شاف الهاش ماب أو الماب فانكشن، بالسي شارب اسمه dictionary، احنا هنا اسمه dictionary أو dict. فهذا data structure مهم وبساعدنا في حل مسائل، وراح نشوف كيف ممكن يساعدنا في حل مسائل معينة. طيب لو فتحنا السلايدات، ولأنه زي ما وعدتكم بدنا نضلنا ماشيين شوي على السلايدات، لاحظوا إنه السلايدات مش كتار، هم عبارة عن 22 سلايد بس فيهم أنيميشن وفيهم معلومات زخمة شوي، حتى لو بشوفهم قلال شوي، فعشان هيك بدنا نمشي عليهم بالتدريج. طيب في عندنا إحنا كيورد اسمها ديكت. شو هي الدكت هاي؟ انه ممكن اعمل ديكشنري. طب شو يعني الديكشنري؟ احنا بنعرف الليست، الليست انه يعني اذا باجي هون على وين فايل، ممكن نعمل فايل سيف از، خلينا نحكي نعرف انه اذا بعمل انا شو بعمل؟ بعمل ال بتساوي، او نجي على حتى الشيل، ليش نجي هون؟ هاي الشيل صح؟ اذا بعمل ال بتساوي اقواس دائري اقواس مربعه، شو بتكون هاي ال؟ هي عباره عن ليست، والدليل انه اذا بطبع التايب الها تايب للال بلاقي انه انا عندي ليست مش هيك؟ والليست هاي ممكن انا تكون ال فيها مثلا قيم، مثلا خلينا نحكي AA مثلا PP او اي شيء هيك، فممكن اوصل للال باستخدام الاندكس، بعرف انه اول اليمنت لازم يكون الاندكس تبعه صفر، فبوصل للاليمنت الاول. اذا بقول ال صب ال1 بعطيني ايش؟ PP. اذا بقول ال صب ال2 بعطيني اندكس ايرور صح؟ اندكس ايرور زي ما شفنا قبل شوي في انواع. طيب هاي بالنسبه للليست. الان الدكشنري شو هو؟ الدكشنري شيء بيشبه الليست، بس شو بيختلف؟ انه انا هون بدل ما اظني اقول انا امشي على البوزيشن وترتيب الاليمنتس في 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 الليست هاي 0 1 2 3 بالطريقه هاي، سواء الاندكس الموجب او الاندكس السالب، انا ما عندي مشكله اي انه اندكس منهم،
بس خلينا نحكي مشان اظل محافظ لازم اعرف البوزيشن هون. بس الان في عندي شيء اسمه دكت. شو هو الدكت؟ انه او ديكشنري، انه انا ممكن اغير يا شباب، اغير ترتيب، او بلاش خلينا نحكي اغير طريقه وصولي لهالليست هاي. بدل ما دائما اوصل للليست هاي باستخدام الرقم واللي هو البوزيشن واللي هو لازم يكون انتجر، مش هيك بقدرش اوصل ل ليست باستخدام مثلا 1.5 صح؟ 1.5 بعطيني ايش؟ بعطيني ايرور، ليست انديسيز ماست بي انتجرز، مش هيك انا حكينا عنهم. فبس بصيرش يكونوا ارقام فلوت، لانه فيش عندي 1.5. فبدل ما اظني انا اوصل للليست دائما بارقام انتجر فاليوز، ارقام وحسب البوزيشن ولازم ما اطلعش عن البوزيشن، في عندي انا شيء ثاني، اري ثانيه نسميها هاش ماب في لغات ثانيه، او نسميها ماب، او بنسميها دكت في البايثون، اللي هي انه بتمكنني اني اوصل ل المحتويات الليست هاي، لمحتويات الاري هاي اللي ممكن تفكر فيها على انا 2 دايمنشن الاري، باستخدام شيء ثاني، اي شيء ممكن يكون هاشبل. الرقم اذا بدي ارقام ممكن اوصلهم بارقام، ممكن اوصلهم بسترينج، ممكن اوصلهم باي شيء. طبعا مشان نعمل الحكي هذا في عندي مثلا نعرف دي بتساوي دكت. دكت هو ديكشنري، لاحظ دكت a new empty dictionary، مش هيك؟ فزي ما في عندي list وفي عندي set قبل شوي كنا نستخدمهم، في عندي أنا هون dict function اللي هي dictionary، وممكن أعطيها خلينا نحكي أي شيء iterable هون وتحول لي إياه لdictionary، وممكن أبلش بأقواس يعني ممكن أقول هيك دي، فالتايب للدي راح تكون هي عبارة عن dict، أو ممكن أقول مثلاً دي بتساوي أقواس الكيرلي براكس، لاحظ مش الأقواس المربعة، في نفس الإشي فالتايب لدي هي راح تكون كمان نفس الإشي ديكشنري. فممكن أنشئ الديكشنري بطريقتين، إما باستخدام الأقواس الفاضية الكيرلي براكس، الأقواس اللي كنا نستخدمها في البيجين والإند في C++، أو باستخدام الفانكشن اللي اسمها دكت. طيب كيف تتنظم الديكشنري هاي جوا؟ دائماً الديكشنري هاي فيها كي وفاليو. كيف كي وفاليو؟ الكي اللي هو الاندكس اللي احنا بدنا نوصل للاليمنت فيه. فاذا بدي احط، انا قبل شوي قلت انا ال بتساوي مثلا خلينا نحكي ومثلا AA وكمان ايش BP. لاحظوا انه هاي الليست ال بقدر اوصل للاليمنت من خلال الاندسيز، لانه بعرف انه هذا الاليمنت في بوزيشن 0 وهذا الاليمنت في بوزيشن 1. بس قبل شوي حكيت انا عن الديكشنري انه بتقدر توصل للاليمنتس اللي جواته باستخدام كي، يعني بده انا استخدم الاقواس اللي بدي اعمل ديكشنري دي بتساوي بدي استخدم الاقواس الكيرلي براكيت، مش هيك، مش الاقواس المربعه، وبده يكون مثلا عندي تو ايتمز في جواته، هاي تو ايتمز. الان كل ايتم منهم هو عباره عن بير كي وفاليو. طيب ممكن يكون الكي string مثلا A، الفاليو لاحظ colon، والفاليو ممكن تكون أي شيء، ممكن تكون string مثلا أي شيء بدك إياه A. فهاي one element، هاي تعتبر one element. لاحظ كيف مفصولين key وvalue، مفصولين عن بعضهم باستخدام الكولون. الكي هذا الكي الاول اللي هي في حالتي هون اول واحدة حطيتها انا خلينا نحكي string A، فالA اي ما وقت ما اقول D sub A وصلني ل خلينا نحكي التريبل A هاي اللي عندي هون. الان ممكن يكون الكي كمان رقم، ممكن اجي اقول انا هون مثلا 99 هذا الكي، والفاليو ممكن يكون رقم كمان، ممكن يكون 99 ما عندي مشكلة، بس مشان نميزها خلينا نحكي نقول هون 10، ونقول هون الفاليو بجوز كلمة 10 شيك، فهيك بصير بجوز لها معنى أكثر صح؟ طيب لاحظ إنه أنا قاعد بحط شو عندي، بحط أنا item key و value، item key و value، ممكن يكون الكي كمان مثلا قبل شوي حطيت 99، ممكن اقول مثلا احط هنا، اقول لك احط ليست
ما عنديش مشكلة أحط ليست مثلا 9 9، أو بلاش نقول 9، خلينا نقول 1 2 3 4 مثلا. فلاحظ، فاهمين علي شو بحكي أنا؟ حد عنده سؤال يا شباب؟ يعني تقريبا دكتور انه ها لقطنا الفكره، لقطتوا الفكره يعني. لاحظ انا كيف مثلت لك اياها هون. طيب نشوف هاي دي، اذا بدك تطبعها لاحظ، عفوا شو اللي حطيته، الكيبورد انترات حطمت كنترول سي، تحط دي هون، لاحظ كيف طبع لك اياهم زي ما حطيتهم انا هون. دائما كي وفاليو، الكي استخدمت سترينج، هون استخدمت رقم، هون ممكن تستخدم رقم، ممكن تكون تبل، يعني الكي تبل، اي شيء ممكن تعمل له هاش، اي شيء ممكن تعمل له هاش، ممكن تعمل له هاش، ممكن يكون، ممكن يكون كي. فهاي الديكشنري بامكانك تمشي عليهم باي طريقه بدك اياها، في اكثر من طريقه مشان يمشي عليهم، تطلع الايتمز هذول اللي موجودات عندك. فزي ما حكيت هاي ايتم واحد، يعني اللينكس للدي راح يكون هون قديش؟ 3. اذا بطبع اللين للدي راح تكون 3، لانه عدد الايتمز اللي عندي 3. هاي ايتم واحد، هاي ايتم 2، 3 كله. ولاحظ دائما ان في عندي كي كولون فاليو، كي كولون فاليو، كي كولون فاليو. الان الفاليو اي شيء في البايثون ممكن يكون فاليو، ممكن يكون انذر ديكشنري، ممكن يكون انذر ليست، ممكن يكون تابل، ممكن يكون سترينج، ممكن يكون اي شيء بدك اياه. الكي لا، لازم يكون شيء هاشبل. سترينج خلينا نحكي لحد الان سترينج والارقام طبعا دوبليكيت هون اذا باجي اقول مثلا دي بتساوي بفتح مثلا اقواس ديكشنري قلت واحد مثلا الكولوم بتودي لي ل 1 وبعد شوي كوما بجوز واحد مثلا كنت اكتب 2 انا بجوز اكتب 2 هيك واقول مثلا 2 فممكن انا اعمل شيء زي هيك مثلا هاي دي. بس لاحظ اذا انا بدي اعملها بطريقه اخرى مثلا اذا رحت خربطت وحطيت كي متكرر هون مش هيك، الان بقبلها بس لما يجي يطبع لي اياهم بيطبع لي اخر واحد منهم لانه هو دائما بيأشر الكي الاول. خلينا نحكي الكي على الفاليو، كي على الفاليو، فلقى كي ولقي لها فاليو، بعدين لقي كي ولقى لها فاليو. فمرات انت ممكن تحط يعني تبدل محتويات الكي اللي عندك، بدك تنتبه لها هاي القصه اذا تكرر الكي، لانه هو المفتاح لهم هو الكي، الكي هي مفتاح مش هيك، المفتاح لها الفاليو هي الكي. فاذا تشاركوا وتشابهوا الكيز دائما باخذ الكي الاخير اللي تم تنفيذه اخر شيء او موجود عندك اخر شيء. فهاي كمان ايش ننتبه لها ونهتم فيها. طيب كيف ممكن نستفيد من الديكشنري؟ ممكن نشوف السلايدات الان، شوف فيهم بعدين نرجع بجوز على طيب. في عندنا اللي هي بيلت ان، هذا بيلت ان داتا تايب مش هيك، كونتينر كلاس بسموه الديكشنري. وراح ناخذ عن الانكودينج كاركترز، راح نكون عن راندومنس والراندوم سامبلينج بعدين نحكي عنه. بس انا زي ما حكينا، زي ما حكيت انا ممكن يكون عندي مثلا بطريقه معينه بدي اوصل، بتعطيني رقمك الجامعي مثلا او رقمك الوظيفي هون، بعطيك انا خلينا نحكي بجوز اسمك الاول واسمك الثاني حاطهم في ليست. فممكن بطريقه هاي، طبعا اذا بدي اعمل الحكي هذا بدي اعملها في اريه، معناته الاريه هاي الليست اذا هذا بوزيشن معناته انا الاريه هاي بيكون حجمها طويل صح، معناته يعني طلع هنا يعني هاي ثلاث وهاي ثلاث، يعني بتحكي عن حجمها بالمليارات او بجوز نطلع برا المليارات. فاذا بدك تعتمد البوزيشن، فالافضل انه مشان نوفر السبيس نعتمد الرقم. فبتيجي تعمل انت ديكشنري، فبتقول ايش عملت امبلوي مثلا، هذا هو الـ 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 البدايه وهاي هنا النهايه عندي، وبتقول هاي الكي مثلا رقم، وبتعطيه ليست هون ليست هاي اللي انقسموا عشان ما تسعش الشاشه، هاي كي وكولون وفاليو. لاحظ ممكن تحط الفاليو، الفاليو ممكن تكون انذر ديكشنري، ممكن تكون انذر ليست، ممكن تكون انذر سترينج، اي شيء بدك اياه، ما فيش مشكله في الطول تبعها، وممكن تعمل اللي بدك اياه.
فبشكل عام الدكشنري هذا هو الدكشنري اللي عندي اللي اسمه employee، فهذا هو الامبلوي اللي عندي، هذا هو عبارة عن دكشنري كيو فاليو كيو فاليو كيو فاليو، ومكنني أن أمثلهم، ممكن تمثلهم في أرقام، ممكن تمثلهم في string، تمثلهم بطريقة بدك إياها، وهم عبارة عن كيو فاليو بيرز. ممكن توصل باستخدام زي ما قلنا شفنا قبل شوي بجزء أو مجزء ما شفناهاش، إنه أنا إذا بقول هنا الدي هاي الدي كابيتال هياتنا، إذا بدي مثلا دي صب الأي صب الأي، إذا بقول أي أي هيك الأي هاي مش variable صح؟ الأي أنا قصدي هاي الأي، ما لازم بحطها بين strings مش هيك؟ أنا دي وين دي؟ إحنا غيرنا الدي هون، دي كابيتال ماشي، دي كابيتال صاب، لاحظ بعمل سبسكريبت سبسكريبت اي بسكر عليها بتعطيني الاي اي، اذا بطلب الكي بعطيني الفاليو تبعه مش هيك، هاي دي هاي دي، اذا بدك تطلب مثلا 10 هون فيش داعي تحطها بين كوتيشن دي كابيتال والعشرة، فبتقول ايش الفاليو، اعطيني الفاليو للكي اللي رقمه 10 في الدي، طبعا هياته هون بلاقي 10 بعطيك انه كلمه 10 مش هيك، بس لاحظ انه ما لو قلت انا دي صب العشرين مثلا والعشرين مش موجوده الكيز مش موجودات، فمباشره بعطيني كي ايرور، اذا الكي ايرور معناته الكي اللي عندك انت مش صحيح مش هيك، فهاي اكسبشن جديده اسمها كي ايرور تستخدم مع الدكشنري، فبدك تهتم انه الكي اللي تستخدمه هون يكون موجود واحد من الكيز اللي اوريدي موجودات عندك هون، مش اندكس ايرور، في الاري كان يعطينا اندكس ايرور صح، في الليست كان يعطيني index error، هون صار يعطيني إيش key error، فالآن بالطريقة هاي صرت أمشي وألاقي أنا الكيز، طبعاً هون أنا بعرف إنه اللين زي ما قلت قبل شوي اللين للدي هي 3، فمدام إنه 3 معناته إنه عدد ال pairs key value pairs pairs اللي بنحكي عنهم عددهم 3 في الحالة هاي، ممكن طبعاً dynamic يبلش empty ونبلش نضيف عليهم إحنا إمتى ما بدنا، زي ما راحين نشوف هسا في بروبلم معينه، او ممكن نربطها حتى مع الفايلات. طبعا ممكن نعمل احنا اي شيء بدنا اياه، قلنا اذا بتطبعه بيطبع لك اياه زي ما شفنا قبل شوي هون هاي الامثله، طبعا الدكشنري هو ميوتابل مش اميوتابل، اتس نوت اميوتابل اتس ميوتابل، يو كان اد تو ات ات اني تايم موديفاي ات ات اني تايم، وفي اكثر من طريقه مشان نطلع الكي والفاليوز اللي موجودات فيه او البيرز اللي باستخدام، ممكن باستخدام اللوبز، ممكن باستخدام الانديسيز زي ما شفنا قبل شوي، ففي اكثر من طريقه، فممكن طبعا مفيد يعني انه في حل مسائل معينه، فهون في امثله عندنا وفي عندنا ميثودز عليهم، تنشوف شو الميثودز اللي عندهم، واحده اسمها ايتمز، شو الميثود اللي موجود جوا دي، يعني لو دي انت معرفه على انه ديكشنري شو الميثودز اللي جواته، واحده منهم اسمها ايتمز، ايتمز بترجع لك كيو فاليو، طبعا كيف ممكن تحصلهم، ممكن ترجع لك ايام ريتينز ا فيو اوف ذا كيو فاليو بير، فممكن احنا نرجع هون على الشيل كان في عندنا دي كابيتال هاي صح، فلو قلت دي دوت ايش دي كابيتال دوت ايتمز، لاحظ في ايتمز في السونا بترجع لي ايش، بترجع لي ديكشنري او ايتم، طلع اعطاني اياهم على شكل ليست اوف تابلز، هون كل ايتم اعطتني اياه على شكل على شكل على شكل تابل، في عندي كيز اذا بس بدي الكيز انا ممكن احصل الكيز اللي عندي، بترجع لك اياهم على شكل على شكل كيز، فاذا بقول انا دي كابيتال دوت كيز وهي تترجع لك طبعا الكيز لازم يكونوا ست مش هيك، عشان هيك ست لايك اوبجكت، ليش ست لايك اوبجكت، لانه الكيز ما بصير يتكرر الكيز شفنا قبل شوي صح، فرجع لك ايش الكيز اللي عندك A و10 99، اذا بدك تحذف انت ريموف الكي، اذا بدك تحذف ايتم الكي والفاليو تبعه تعمل بوب بس بتودي له الكي هون، لاحظ ممكن انا بتحذف مثلا الاشي اللي رقمه 10 او في الديكشنري اللي عندي انا هون، هاي الدي اللي عندي هون مثلا، هاي الدي فيها الكيز اللي عندي A وفي 10 وفي 99، افرض انه بدي احذف 99 فممكن اقول دي دوت، طبعا ممكن تحذف اي واحد مش هيك، دي دوت بوب اذا بتعرف الكي تبعه، مثلا انا بدي احذف خلينا نحكي 99، فالان هي حذف لي اعطاني الفاليو تبعه وحذفه، اذا بطبع دي الان ما بلاقيه
مش لأنه آخر واحد، لأنه أنا معطيه 99 لأنه الكي مش هيك. فهاي هون خلينا نحكي أبديت، إذا في عندك تو ديكشنرز بدك تعمل أبديت تضيف واحد على الثاني ممكن تعمل أبديت، فبعمل بضيف محتويات الديكشنر الثاني على الدي هاي، بعمل ميرج بيناتهم يعني بجمع لك إياهم. خلينا نحكي as the key value pairs of the dictionary D2 to D1، ف D1 أو D اللي تتغير مش D2، D2 ما بتتغير بضلها زي ما هي. فممكن نشوفها هون نقول D1 بتساوي، خلنا نحكي نحط مثلا واحد وكلمة 1، وخلنا نحكي 2 أو عفوا 2 وكلمة 2. هاي دي 1. نفرض انه في عندي دي 2 مش هيك، بيساوي خلينا نحكي شو بدنا نساوي، بيساوي خلينا نحكي 3 وكلمة، طبعا مش شرط سبيس هنا 3، وممكن تحط كما مثلا هون، لاحظ بدي احط 2 وكلمة ايش، وكلمة 2 وكلمة 10. أخطأت مثلاً بالخطأ هيك موجود. لاحظ أنا ليش حطيت التو هاي، مشان تكون الكي مشتركة هون. لاحظ الآن إذا بدي أجي أعمل أنا دي 1 هاي دي 1، دي 2 هاي دي 2 زي ما اتفقنا صح. الآن لو أجي أقول دي 1.update دي 2 خلص، طب اطبع دي 1 هاي دي 1 لاحظ. طيب طب ما هو D1 كانت التو بتأشر على الاثنين، صارت الآن التو بتأشر على التن. لأنه حدثنا D1 الديكشنر رقم واحد حدثناه باستخدام الديكشنر رقم اثنين. طب D2 تغير، هاي D2، D2 ما تغير مش هيك، لأنه أنا استخدم الدات هاي مع D1. وفي عندك الفاليوز، ممكن ترجع الفاليوز بعكس الكيز، يعني هون رجعت الكيز في عندك الفاليوز. فهذولا الخمسة فانكشنز من أهم بجوز خمسة فانكشنز موجودات بالديكشنري، ممكن تساعدوك أن تتعامل مع الديكشنري، بالإضافة للسبسكريبت اللي إحنا بنعرفها ومنشوفها مش هيك، اللي هي تعمل الأقواس المربعة. طيب في حد عنده سؤال؟ أمورنا طيبة؟ إن شاء الله يعني أمورنا كويسة يا لطيفي؟ إن شاء الله. لطفي مش هيك؟ لطفي ولا لطفي؟ محمد لطفي أمورنا كويسة، فاهمين الديكشنري؟ طبعاً الديكشنري واحد من أفضل، بجوز من أكثر الشغلات اللي بنستفيد منها في حل مسائل. يعني خلنا نيجي على شو طلع عندهم سلايداتهم بيحكوا عنهم، ملتي ويف ستيتمنت ممكن نستخدم، طبعا هاي شفناها احنا، ممكن من شغلات ثانية نرجع لها تخافوش. بس افرض مثلا هاي واحدة من السؤال الأسئلة اللي بتلاقي لك الفريكوانسي مثلا في ليست أو في تكست، مثلا في ليست مثلا هاي السؤال هون، حلي لي الفريكوانسي. طيب نيجي نحل الفريكوانسي، نيجي نشوف مثال هون تست ديكشنري. افرض انه اقول لك الفريكوانسي، ذاكرين سامبل دوت تي اكس تي هذا التكست اللي عندي؟ نعم. في الاساينمنت، في واحده من الاساينمنتس انا شو طلبت منكم؟ توجد لي، قبل شوي كنا نحكي، عدد الاحرف الفريده بدون تكرار، يعني الاش تعدها مره واحده، الاي تعدها مره واحده، ما تعدش التكرار. لو الان قلت لك عد لي التكرار لكل حرف موجود في الفايل هذا، كم مره تكرر في الفايل هذا؟ ما بعرفش انا الفايل محتوياته، يعني انا ما بعمل assumptions على الفايل شو محتوياته، انه والله الاحرف هذول هم الموجودات جواته وبس انا هذول بدي اعدهم. طبعا كان بامكاني اخذهم انا واحطهم في set واعمل كل key بالset او كل element في set ككي وابلش اعمل counter، بس انا ممكن ابلش الدكشنري ينمو زي ما انا بقرا اول باول. طيب يجي هون، فالسؤال اللي عندي الان بقول ايش؟ خلينا نحكي أوجد التكرار لكل حرف في الفايل. Find the occurrence for all characters in the file. مش هيك؟ Find the occurrence for each character. For each character بدي لكل character قديش تكرر. واضح؟ طيب شو بدي أعمل أنا؟ أكيد بدي أفتح الفايل، فبقول F بتساوي open. الفايل اسمه sample.txt.
مش هيك، بدي افتحه للريد تتاكد انه هو تكست فايل وريد، ممكن ما احطهم باي ديفولت هم، واكيد بس اخلص بدي اعمل ايش اف دوت كلوز بدي اسكره، واكيد هون بدي ايش بدي اقرا الداتا، بدي اقول داتا بتساوي اف دوت ريد، هاي قرات الفايل. اذا بدي اتحقق من المساله اني قراته صحيح بدي اقول داتا او برنت برنت لا الداتا، هي قاعد بعمل تيستينج انا هون، اذا قراته صحيح ونفذت الان وقرا لي صحيح وهياته زي محتويات الفايل اللي عندي انا زي ما بتوقعوا هون، هاي المحتويات اللي عندي مش هيك، هون بعطيني بريس اني كيتو كونتينيو لان شغال انا في النوت باد بلس بلس، فهياته هاي محتويات الفايل معناته صحيح. طيب انا الان بمشي باجي على النكست ستيب، النكست ستيب اللي انا بدي اطبع الداتا، انا مش المطلوب مني اني اطبع الداتا، انا اللي مطلوب مني اني اعد كل التكرار او اوجد التكرار لكل حرف موجود لكل كاركتر، find the frequency or the occurrences the number of occurrences بين قوسين frequency for each character in the file. طيب مشان اعمل الحكي هذا ممكن بدي for loop امشي على كل الكاركترز اللي عندي صح، ف for خلينا نحكي c in data طيب بدي احافظ على الاندنتيشن لكل سي ان الداتا، الداتا هم كاركتر مش هيك، فكل سي راح يكون هو كاركتر في في الداتا اللي عندي، بدي امشي تاب هون مشان بدايه الكاركتر اللي عندي هون. طب الان انا شو بعرفني شو السي اللي عندي، هل هي اي هل هي اي هل هي سيمي كولون هل هي سبيس هل هي، فبامكاني استفيد من وجود الدكشنري. كيف بدي استفيد من وجود الدكشنري؟ بستفيد من وجود الدكشنري بعرف دي مثلا بتساوي دكشنري فاضي، لحد الآن أنا بعرف شو فيه بالفايل، بلشت في ديكشنري فاضي. طيب إذا ذاكرين الان أوبريتر الان تعطيني عدد الـ إذا الـ إذا السي بدي أقول هون إف السي إن إذا الحرف هذا اللي لقيته الآن بعرفش أنا شو الحرف أنه حرف، إذا الحرف اللي لقيته هذا الآن هو موجود في مين في الدي دوت الكيز اللي عندي، إذا واحد من الكيز اللي عندي لأنه أنا بدي أعمل ماب ما بين كل كاركتر والفريكوانسي اللي عنده، يعني أنا بدي بالأخير لما أجي أقول هون ديكشنري شكل ديكشنري، يعني هذا هون مش جزء من الفايل، بقول شكل ديكشنري بده يكون عبارة عن الدي بتساوي مثلا في النهاية الاتش مثلا هاي الاتش أو عفوا الاتش الاتش ميكا سترينج هي الاتش موجودة واحد اثنين قبالها اثنين، فلاحظ الكي والفاليو. طيب بعد الشيء بعد شوي في عندي ايتم ثاني الاي في النهايه، يعني الاي بتساوي او مش بتساوي كولون الاي كسترينج مش هيك، بتساوي الاي موجوده هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاث هاي اربعه، فبدي يكون قبالها اربعه، وبدي اظني ابني في الحكي هذا كل لكل لكل ايش لكل الكاركترز اللي موجودات عندي في هالديكشنري او عفوا في الفايل، فشو ما كان الفايل اللي عندي بالنهاية بده يكون هيك. وطبعا في اشياء في شغلات ثانية بده يكون يعني اكيد لانه بدي امشي عليهم للنهاية. فشو الحل؟ الحل انا بدل ما اعمل هيك الحل انه انا بدي امشي على الكي، افترضت انه الدكشنري فاضي، عملت assumptions اول شيء انه الدكشنري فاضي فيهوش شيء، ممكن الفايل فاضي بديش ابني اي assumptions عندي، بلكي الفايل فيهوش محتوياته ممسوحات حدا ماسحهم. طيب فبقول for c in data إذا السي موجود في الكيز الفانكشنز قبل شوي شفتهم، إذا طبعا لاحظ الاف هون بعيدة عن بداية السطر موجودة في الدي دات الكيز، إذا أنها موجودة في الكيز راح تعطيني ترو، بس إذا الآن الاتش هاي أول مرة بشوف فمعناته مش موجودة، فإذا مش موجودة معناته إيش؟ باجي باخذ سبيس هنا بقول دي صب السي قاعد بنشئ ايتم جديد شو مكان الحرفات بتساوي واحد، هاي أول مرة بتظهر إذا عفوا not in، إذا not in الكيز معناته أول مرة بتظهر، إذا مش موجودة في الكيز فهي أول مرة بتظهر فمعناته عندي البيس كيس تبعها اللي هي واحد بلشت أعد هاي أول ظهور إلها، else برجع بداية السطر else معناته إيش؟ معناته كانت موجودة سابقا، مدام إنها موجودة سابقا معناته هي موجودة في الكيز، فبقول دي sub c plus equal 1 بضيف عليها واحد. فالآن ما بخلص هاللوب هاي، لاحظ ما بخلص هاللوب هاي
الا الكي هاي الدي هاي متعبيه. يعني هون خلينا نطلع هنا برنت الدي اوبس الدي بتساوي خلينا نطبعها فدي بتساوي صفر او بدي فاضيه خلينا نحكي. بس تخلص اللوب هذا الاف تابع مش للفور تابع للمين موجول الدي بتساوي. فراح تلاحظ انه هون الدي فيها الاحرف وكل حرف بيعمل ماب على الفريكوانسي تبعه، لانه انا كان الحرف اول شيء اتش، فالاتش هاي مش عليها ما فيش عندي خلينا نحكي اتش في الدكشنري اول حرف هاي الكيرسر هون. طيب ما دام انه فيش عندي ولا حرف هون معناته ضافه على الدكشنري، معناته اجى هون نوت ان كي معناته ضافه هون، ضاف لي اليمنت جديد وقيمته الكي والفاليو تبعه ايش؟ واحد. بعدين مشى هون لقي الاي كمان جديد، لقي السبيس جديد، لقي السي جديد، لقي الاس جديد، كلهم لحد الان هون واحد، لقي الباك سلاش ان واحد، لقي الباك سلاش ان هون واحد صارت اثنين، لقي التي واحد بعدها واحد، الاتش الان نوت ان دي لا موجوده في الكيس تبعته فبيجي بزيدها هون، برد يلاقي الاي موجوده، برد يلاقي الاس اوريدي موجوده، برد يلاقي الاي اوريدي موجوده او السبيس اوريدي موجوده، فبقعد يزيد هون بقعد بيبني بالدكشنري زي ما هو شايفينه عندنا هون. انا بدي امسحها مشان ما نعدهاش. طيب نيجي هون بنسيف بننفذ بنلاقي انه اعطاني دكشنري، هي الدكشنري طبعا انا طبعتهم، لاحظ الاتش 2 الاي 4 السبيس 7 مرات متكرر ففي عندي 7 سبيسز بالفايل، السي مره واحده، الاس 4 الاربعة كرقم موجود مره واحده، الواحد موجود مره واحده، ال هاي موجوده مرتين، الاي 3 مرات، الاكس مره، الاف مره. لاحظ انه انا في استخدمت الدكشنري وظفت الدكشنري في اني اعد الكاركترز اللي موجودات عندي. طبعا انا طابعهم هون لان طبعت الدي بالطريقة هاي، فطلع كيف طبع لي اياهم او وين نفذ من جديد، طلع كيف طبع لي اياهم. هاي الدي اول شيء كانت فاضية بعدين صارت تبني فيها اول باول. كان بامكاني اطبعها هون في كل اتريشن وتشوف انت كيف، يعني لو حطيت الجملة هاي هون هيك او حتى لو خليتها هون، يعني هون صارت تابعة للفور، فكل كاركتر بيطبع الدي بتشوف انه كيف نمو التيبل. طبعا هون يعني الحكي كثير هون كيف الدي قاعد بتنمو. لاحظ انها الدي كانت فاضية بعدين صارت الاتش فيها واحد، بعدين الاتش والاي واحد واحد، بعدين الاتش والاي والسبيس واحد واحد، مش هيك؟ لاحظ كيف بلش ينمو، مش هيك؟ لهون ما بلش انه يلاقي خلينا نحكي، او لا هون كان ملاقي مين السبيس كان لاقي مرتين. فلاحظ كيف بلش ينمو الدكشنري ودايناميك الدكشنري، مش هيك؟ انا بفترضش اي شيء عن السايز تبعه، السايز تبعه هو قد ما يكون في عندي انا في الميموري مساحه. فالدكشنري شيء مفيد اذا بتعرف كيف تستخدمه وكيف توظفه في حل مساله، بتصير المساله سهله وبسيطه عندك. بس مشان تصير سهله وبسيطه اكيد بدك تعرف كيف الدكشنري انه كي وفاليو، الفانكشنز الاساسيه اللي حكينا عنهم قبل شوي. يعني انا استخدمت الكيز قبل شوي، باي ذا واي كان بامكاني اقول ان دي بس بدون، يعني بدل هيك بدل ما اقول دوت كيز اقول ان دي مباشره بعطيك هو بتشك على الكيز. يعني كان بامكاني نفس حل نفس السؤال هذا بس بدل ما اقول دي دوت كيز باي ديفولت هو بعطيك الكيز اللي عنده، فكان بامكانه يعطيك نفس النتيجه اللي شفناها قبل شوي. فلاحظ طبعا هاي تكافئ هاي، بس كمان زي ما حكينا في السلايدات الفانكشنز هذول اساسيات انه تقدر تفهم كيف تتعامل معاهم. فالايتمز ترجع لك الكي والفاليو، الكيز ترجع لك بس ليست بالكيز، الفاليوز ترجع لك ليست بالفاليوز اللي عندك، البوب بتحذف قيمه اذا بتعطيها الكي بس لازم يكون الكي موجود، اذا الكي مش موجود بتعطيك اكسبشن مش هيك كي ايرور، والابديت اذا في عندك تو ديكشنريز ممكن تدمج ديكشنري في ديكشنري وتعمل ابديت عليه. طبعا الديكشنري الاول اللي بستخدمه مع الدات هو اللي بيتغير، الديكشنري الثاني ما بيتغير. واضح يا شباب؟ واضح السؤال هذا؟ يعني حلو هذا السؤال، يعني بجوز واحده من يعني ابسط التطبيقات او الدايركت خلينا نحكي ابلكيشنز اللي موجوده على
على شو؟ على الـ على الديكشنريز، انه كيف ممكن توظفهم في انه توجد فريكوانسي لشيء معين. اي محمد لطفي بدي اسال هسه بالنسبه للدي، انا عرفتها هون ديكشنري، بس انا مثلا كيف لو شفت كود كيف بدي افرق انه هذا ديكشنري ولا ست؟ الست بتعطيهاش اقواس زي هيك، بتعطيها بتقول ست. مش احنا اوكي صح صح. لما تطبعهم بدك تنتبه للقصه هاي، انه لما بنعرفهم الست شايف، لما نيجي وين احنا. سؤالك كويس بصراحه، سؤالك مهم، انه في يعني كثير مرات احنا بجوز من هي الت شيك راح لك. طيب وين الشيل تاعي؟ هاي الشيل. فمرات كثير باجي انا، نفرض انه هون باجي بقول اس بتساوي اقواس دا اقواس كيرلي، فانت هون بتعرف ديكشنري باي ديفولت، هذول للديكشنري. فالتايب للاس هي ايش؟ هي ديكشنري. اذا بدك اياها الاس بتساوي ست، ممكن تقول انت بتساوي ست. فالست لها طريقه واحده مشان تنشئها اللي هي باستخدام الفانكشن اللي اسمها ست. بينما الديكشنري الدي كانك تقول ايش بتساوي ديكت هيك، او دي بتساوي هذول متكافئات بتساوي اقواس دائري. هذول الطريقتين متكافئات الديكشنري. للليست نفس الشيء، ممكن تقول ال بتساوي اقواس مربعه، او الليست يعني الكونستراكتور تبعها، او تقول ال ال بتساوي ليست. مش هيك؟ نعم. والطبل ممكن تقول ال تي بتساوي طبل هيك، او ممكن تقول تي بتساوي خلينا نحكي اقواس دائريه، فهاي طبل مش هيك. التايب التي هي بتكون في كل الحالتين بتكون طبل، طبعا طبل فاضي هون في وش شيء مش هيك. فالاقواس الدائريه للطبل، الاقواس المربعه للليست، الاقواس الكيرلي للديكشنري. الست ما الهاش، الست لها كلمه بس. لما تطلع محتوياتها مثلا، تقول مثلا اذا في عندي ليست مثلا بتساوي خلينا نحكي 1 2 3 4 3 2 1 اي شيء زي هيك. الان هاي الليست اللي عندي، اذا بدي اقول مثلا اس بتساوي ست، بدي اعطيها ال هاي، الان تاخذ الليست هاي وبتحولها لست. الست ما فيهاش ترتيب وما فيهاش تكرار. الست ما فيها ترتيب وما فيها تكرار، معناته اوبس شو اللي عملته هون. الست ما فيهاش ترتيب ولا فيها تكرار، فاذا بطبع اس هون بلاحظ انه هاي الاليمنت استخدم في الطباعه. يا محمد استخدم في الطباعه الاقواس الكيرلي براكتس بس في الطباعه مش هيك؟ بس بس لما بنيتها انا بسويها باستخدام الكونستركتور تبعها اللي هو الست. ولاحظ انه كيف فرط لي اياهم وكل شيء تكرار شال لي اياه، وبس لقيت انه الارقام الموجوده هي 1 2 3 4. لو حطيت الاس بتساوي اخر جمله طلعت عندي بحولها لست، ما بحولها لديكشنري. كيف يعني اس بتساوي ايش؟ كيرلي براكتس 1 2 3 مثلا، كيرلي براكتس 1 2 3. لا بزعل هون، بزعل بزعل. بعطيك سينتاكس ما زعلش. طيب لا. طيب للاس هاي جديده علي. طيب ما هو انا خابره مره بعرفش في في بتذكر مره استعملتها كانت زعلت. ما زعلش انا بعتذر. في هاي البايثون اللي هي 3.9 بزعلش، بس ممكن في بايثون 3.7 عندي بايثون كانها اقدم شوي. طيب في عندي بايثون اقدم شوي، ممكن نقول هون بايثون، في عندي بايثون 3.7 3.9. في عندي بايثون أقدم شوي، بايثون أقدم مش عارف. أنا في زمن من هالأزمان خلينا نحكي يعني بايثون 3.7، ومعشان هيك بحدث بتلاقي في ميجر يعني هاي بايثون 3.7.8. فإذا بقول أس بتساوي 1 2 3 مثلا، ما زعلش. ما هو بيميزهم، بتعرف كيف بيميزهم؟ بعرفش امتى بلشوا يعني، ممكن نطلع اللوج يعني امتى موجوده. بجوز موجوده من زمان، بجوز انا مخربط يعني. بس اذا الفاليوز اللي هم سنجل فاليوز، سنجل فاليوز يعني ما في كي وكولون وفاليو، فهم ست. اذا بدك اياهم كديكشنري بتقول اس بتساوي، بتحب تفتح الأقواس هاي بتقول مثلاً واحد مثلاً خلينا نحكي كولون، خلينا نحكي أي شيء، ممكن نقول واحد بعدين كوما اثنين كولون اثنين. الآن هاي صارت ديكشنري. طيب
للاس الان هو ديكشنري مش هيك، ليش؟ لانه في عندي كي وفاليو، هاي راح تكون ست. فهاي كويس، شغله كويسه ذكرتها يعني، او يعني كنت ماخذ عنها انطباع انها تعطيك خطا بس هي بتعطيكيش خطا. طيب كويس محمد، شكرا لك دكتور، شكرا. شكرا لسؤالك يعني بصراحه مفيد. طيب شوف يضل شغلات عندنا هون في الديكشنري، طبعا نستخدمه في ستيتمنت، ممكن نوديهم فيش مشكله، هاي شفناهم، ممكن نحط يعني زي ما شايفين هون يكون عندنا الكيز، ممكن يكون قد ما بدك الكيز اللي عندك، بس قلنا اذا في تكرار بالكيز ده باخذ اخر كي عندك هون حطهم. Dictionaries as a container of containers. ممكن تكون يعني of counters. هاي اللي حكينا. Container of counters. مش اللي حكيت عنه مثال اللي حكينا عنه. أنا حكينا على الملفات بس هون ما أخذهم على list. والlist فيها تكرار. لاحظ المية موجودة هون وموجودة هون. موجودة ثلاث مرات. فإذا بدك توجد الفريكوانسي بمكنك تقول مثلا 96 موجودة مرة. 90 موجودة مرة. 100 موجودة ثلاث مرات. لاحظ هون ككي وفاليو. فباستخدام إيش؟ باستخدام الكي والفاليو زي ما استخدمتهم أنا. بعرف شو حالهم هايهم كاونترز، فطلع هون مفترض الكاونترز هو بساوي امتي وبلش يمشي عليهم، بلش يمشي عليهم هيك. كل ما يلاقي رقم جديد بحطه كي وفاليو كي وفاليو كي وفاليو. لاحظ بلش الكاونتر كان هو ديكشنري فاضي، هون رقم لقي رقم جديد، احنا الان عند 85 طبعا في فور لوب بدك تمشي عليهم اكيد لانهم جريت او ليست. الان لقى 95، 95 راح عدلها هون مش هيك، راح عدل الكي تبعها، فهذا اللي عملته أنا زي ما كنت لاقي حرف جديد 95 رد عدلها 100 عدلها. فاللي حكيته أنا إذا الايتم مش على الايتم ليست، هاي اللي هي الايتم ليست مش هيك، اللي هي اللي بعثناها إحنا الجريدز بعثناهم كبراميتر للفريكوانسي الفانكشن هاي، وعمل رف كاونتر كاونترز على إنه ديكشنري فامتي، فباي ديفولت هو ديكشنري هون. هون هون نقطة يعني فيش ست فاضية، خلينا نحكي باي ديفولت تتعرف بدون اللي ما استبعونها هيك، فباي ديفولت بأخذ على ديكشنري مش هيك كده فيها شيء لمنز. فقال إذا الايتم موجود في الكونتينر واستخدم الان اوبريتر، إذا موجود في الـ في الـ في الكاونترز عفوا بأخذهم ايش بلس 1، اذا مش موجود حطه وانشا جديد كرييت ايتم كاونتر ل او اليمنت، خلينا نحكي كي فاليو بير للايتم الجديد اللي صار عندي. وممكن ترجع ديكشنري من فانكشن، مش شرط ترجع، شفنا ممكن الفانكشن ترجع اكثر من قيمه حتى صح، وباي ديفولت ترجع نان، فممكن ترجع ديكشنري كمان. هاي هون على تكست مثلا شو عمل اكسرسايز، هو عد الكلمات الموجودة في النص مثلا، فمرات تلاقي مثلا كلمة R موجودة هون وموجودة هون مش هيك. طيب ليش انت تعدها مرة واحدة تعدها مرة، يعني كيش تعد يعني two different words، هذا one word. فإذا بتقول تعمل function اسمها word count text بلاحظ appears two times، فلاحظ انه ممكن نعد الكلمات كمان الموجودة، انا عديت الأحرف كمان تكرارهم ممكن نعد الكلمات الموجودة. طبعا هو نفس الشيء انشأ ايش ديكشنري فاضي، عمل سبليت للتكست، مهم تعمل سبليت للتكست ليش؟ لانه انت بدك تقسمه بناء على السبيسز ومشي عليهم مش هيك. و هون عامل فورمات مشان الطباعه، لاحظ مستخدم الفورمات، في الفورمات كويس يعني كيف طلعت الطباعه مرتبه عندي بشكل هاب، كنت تسألوا المرة الماضية مشان تطلع المسافات تطلع كلياته جايات على نفس البعد من بداية السطر، فاستخدم الفورمات، فدائما بعد 8 كاركترز أو 8 سبيسز. طبعا بالكونتينر الأول، الكونتينر الثاني ما فيش مشكلة لأنه هو الثاني، فهو left justified، فعملهم بالفورمات وطبعهم على الشاشة. ممكن يكون ديكشنري، لاحظ الكي تبعه تبل، أنا قلت من بداية المحاضرة الكي ممكن يكون تبل صح؟ الكي تبعه تبل، فهي عندك الكي تبل والفاليو تبل ما عندي مشكلة، أو string of في جواته تبل ما عندي مشكلة، ممكن أعمل اللي بدي إياه. ف بستخدم الاندكس مشان أوصل للإليمنت اللي عندي أكيد. طيب اللي هو subscript. طيب الكاركتر انكودينج نوقف هون عشان نضل ماشيين خلاص في قصة المحاضرة، فبنكون وقفنا احنا
وقفنا عند سلايد 11 هم كلهم 22. فالمحاضرة الجاي منكمل سلايدات هذول ونبلش نجهز هنا للامتحان يا شباب صح، لأنه قلنا امتحاننا يوم الأحد القادم. فامتحاننا يوم الأحد القادم راح يكون مادة الامتحان هي مشان اللي بده يبلش يدرس شيك هاي مادة الامتحان. فالدكشنري هذول السلايدات اللي مشابتر 6 داخلين راح يكونوا داخلين. فراح نحكي في مادة الامتحان، ممكن احط لكم اساينمنت 3 هون مشان تعملوا براكتس كمان على الشغلات اللي اخذناها. فمادة الامتحان راح تكون في كل شيء اخذناه، مادة الميد تيرم في كل شيء اخذناه من بداية السمستر لغاية اليوم، هاي المحاضرات موجودة وكل شيء موجود. والسلايدات هذول احنا قطعنا نصهم اليوم، المحاضرة الجاية ان شاء الله بنحكي عن النص المتبقي. فنحكي لكم نوقف التسجيل ونحكي لكم يعطيكم العافية.